المطبخ. قرب قرب قرب. سوقنا النهارده بيناديكوا وبيقول لكم ما يغلاش عليكم. خيط حرير مع شيماء صابر. دخلنا جوه خيوط شرنقه فيها اللي رايح غالبا مش راجع. وللاسف صدقوني ما طلعش فرق كبير ما بين الدراما والحقيقه. بين الواقع والخيال. لا ده يكاد يكون الواقع هو الأسوأ. خيط ناعم في ملمسه. بحثنا في الموضوع شوية وجبنا أصل الحكاية. طلع بداية الخيط للأسف الشديد من سينا الحزينة. خيط يذبح في قوته. إحنا في زمن أرخى الشيء فيه هو أغلى ما خلق ربنا. لأنه خيط حرير. خيط حرير. نعم صدق ويجب أن تصدق. اتسرقنا حتى لحمنا. يا عيني على الغلبان يا جدعان. خيط حرير الأحد والاثنين من كل أسبوع في الساعة 8 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العالم.